على مستوى مباراة المغرب عايز أتكلم في نقط كتيرة جدا. النقط الكتيرة زي الصورة، أبو جبل بيصاب وكلنا بنحط إيدينا على قلبنا، لكن بينزل محمد صبحي وبيأدي بشكل أكتر من رائع. عايز أتكلم على صور محمد صلاح وقيادة محمد صلاح. أنا في رأيي الشخصي أفضل مباراة أداها محمد صلاح مع منتخب مصر هي مباراة المغرب. بنتكلم على نجاحات كبيرة جدا جدا، بنتكلم على وجود تريزيجيه وعودته بشكل أكتر من رائع، بنتكلم على الأبطال اللي في خط الظهر، وعايز أذكر بالذكر طبعا محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم في رأيي الشخصي، ويمكن من خلال إن أنا كنت بلعب في هذا المركز، بقول مولد نجم دولي كبير جدا جدا. على مستوى الأداء رائع، على مستوى الهدوء رائع، على مستوى التهديف محمد عبد المنعم كان ليه طبعا الاسيست اللي طبعا كان مهم جدا جدا في الهدف الاول وهدف التعادل. اللقطات اللي قدام حضراتكم الدويتو اللي ان شاء الله باذن الله يتوج كمان دويتو صلاح وتريزيجيه، تريزيجيه واشاراته واحتفالاته بعد الهدف الثاني، كمان لقطات على مستوى الروح الرياضيه. وطبعا ما بين مصر والمغرب حضراتكم عارفين يمكن يعني كان المغرب كعبه شويه عالي على المنتخب المصري، لكن المنتخب المصري في مرتين متتاليتين بيفوز على المنتخب المغربي، ودوت هتكلم كمان مع حضراتكم في عوده الشخصيه المصريه، شخصيه المنتخب المصري تعود من خلال مباراتي ساحل العاج والمغرب. فرحه محمد صلاح زي ما حضراتكم شايفين الاصرار والعزيمه، وزي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان عوده الشخصيه للمنتخب المصري. المنتخب المصري منتخب كبير، اسم مصر في افريقيا كبير جدا جدا، وشفنا ده من خلال مباراه ساحل العاج. بتفكرني بمباراه ساحل العاج 98 تقريبا نفس الظروف، كنا بنحاول نطلع اول المجموعه، اتغلبنا المباراه في اخر مباراه في المجموعه امام المغرب، طلعنا تاني قابلنا ساحل العاج. اللي بقول لحضراتكم كل المنتخبات الافريقيه بتحترم اسم المنتخب المصري، وكسبنا بضربات الجزاء 5-4، وحصل كمان في هذه البطوله ان احنا كسبنا 5-4. فبقول لحضراتكم مهم جدا عوده الشخصيه وعوده شخصيه المنتخب المصري.